وإلى غذاء الروح واللغة يلي بتعالج نفوسنا وبتروي قلوبنا الموسيقى. وضيفنا اليوم مايسترو استطاع بسن صغير وبوقت قليل أنه يترك بصمة مميزة ويكون قائد لأهم الفرق الموسيقية السورية الوطنية. مين ضيفنا لليوم؟ خلينا نتعرف سوا بهالتقرير لزميلتنا سلمى عودة. في كل حركة من يديه تبدأ آلة موسيقية بإدخال أنغامها إلى أرواح الناس قبل مسامعهم. هو من عشق الموسيقى منذ الطفولة المبكرة، ومن ثم تعلمها واليوم يعلمها. المايسترو عدنان فتح الله قائد الفرقة الوطنية للموسيقى العربية، تتلمذ في السادسة من عمره على يد الأستاذ قاسم خليفة، مؤسس وقائد فرقة أطفال يبرود، ثم انتقل لدراسة آلة العود بشكل أكاديمي تخصصي في معهد صلح الوادي للموسيقى. دخل المعهد العالي عام 2005 في دمشق، وتخرج سنة 2010، حيث درس آلة العود كاختصاص على يد الخبير الأذربيجاني عسكر علي أكبر. هو مؤسس وقائد أوركسترا الموسيقى العربية لمعهد صلح الوادي للموسيقى بدمشق، مدرس آلة العود في معهد صلح الوادي للموسيقى أيضاً بدمشق، مدرس ومشرف موسيقي في جامعة القلمون الخاصة في دير عطية، أيضاً عاز في فرقة أبو خليل القباني التراثية، وهو مؤسس فرقة سوس دالار للموسيقى الشرقية، إلى جانب عازف القانون توفيق ميرخان. له مشاركات على مسارح كثيرة محلياً وخارجياً، فهو من دعاه المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان ليقود الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى. الموسيقى لغته التي يسعى إلى كشف خفاياها من خلال تطويره لتقنياته في العزف وأسلوبه في كتابة القطع الموسيقية. له تجارب كثيرة دمجت بين لغة الموسيقى ولغات فنية أخرى، فحتى الظل استطاع أن يرسم لوحة على موسيقاه. عدنان فتح الله ضيف صباحنا غير لليوم. عدنان فتح الله قائد الفرقة السورية الوطنية للموسيقى، بدنا نقول لك يسعد صباحك ورمضان كريم واهلا وسهلا فيك، ضيفنا الدائم ببيتك انت. يسعد صباحكم ورمضان كريم، كل عام وانتم بخير، شكرا كثير على الاستضافة اليوم. اهلا وسهلا مايسترو، يعني ما شاء الله بدنا ندق على الخشب، يمكن مناصب عديدة واحداث كثيرة، يمكن عبر وقت قصير بمدة قصيرة تركت بصمتك بكثير من الاماكن، بكثير من الفرق، بكثير من الحفلات وبالعديد من المحافظات السورية. خلينا نبلش حديثنا عن سر عشقك للموسيقى، سر نجاحك، سر ايمانك بحالك. عن جد ما شاء الله أعمالك لحالة بتحكي، وبعمر صغير يعني بعدك اللي بيسمح الحكي بيقول هلا بنشوف معنا ضيف شباب يعني كل هي. هلا أول شيء يعني السر الموسيقى يمكن هي الشيء اللي رافقني طول عمري، مثل المعيد يمكن على الدنيا، فهو العود جنبي، عم آخذ دروس موسيقى، عم بتعلم، إلا حتى وصلت اللحظة لأنه أنا بدي أختار طريقي أو بالحياة كحياة عملية وكمهنة، وفت للمعهد العالي للموسيقى وكفيت دراسي بشكل احترافي للموسيقى. طبعا يمكن أنه على طول مثلا أنه بعمر صغير، خلينا نقول مثلا أنه يمكن قدرت نوعا ما أنه حقق شيء، يمكن هي يعني إيماني بالموسيقى بتأثيرها على طول، يعني عندي هوس انه يعني ادور على فكره جديده اطرحها، سواء كان كمؤلف موسيقي او سواء كان مع بحفل للفرقه بشكل عام. عندي كثير يعني رهبه من صعود المسرح،
لانه عندي مسؤوليه كثير كبيره تجاه الجمهور. وهي نقطه كثير مهمه مايسترو، يعني لما نقول انه نحن خايفين بس بدنا نطلع المسرح، هذا الخوف نابع عن مسؤوليه طبعاً عن اهميه طبعاً، عن يمكن مسؤوليه انه انت بدك تقدم الافضل. اكيد اكيد، هو هذا من النقاط كثير مهمه. مثل ما قلت لك انه في اكيد احترام كثير كبير للجمهور اللي هو عم خلينا نقول عم يضوع من وقته، او يجي مثلا يعطيني من وقته هيني هالساعه زمان ليحضر الحفل، فلازم اقدم له شيء كثير كويس. وبما يخص الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه، يمكن كل مره بقول انه هي مشروع تحت مسمى الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه، فعلى طول انا وكل زملائي الشباب الموسيقيين سواء كانوا عازفين او سواء كانوا كمؤلفين، على طول عم نحرص نقدم بكل حفل ما يليق بهذا الاسم، ما يليق باسم وطننا، حضارات وطننا، الموسيقى اللي اكيد هي مرتبطه بتاريخنا من الاف السنين، وقلنا كثير باع فيها. فهذا هو الشيء اللي عم يخلي، وهذا واضح من خلال اللي عم تقدموه كفرقه، يعني تمام. النوعيه يمكن والذوق معين عم تقدموه، يمكن كثير من الناس رغم كل ظروف الازمه والحرب عم تجي تحضركم، وعندك مشروعك الاول المكتبه الموسيقيه كمان، هيدا مشروع كثير مهم، يعني كثير مهم نحن اليوم في ظل الحرب اللي عم نعيشها نحافظ على هي التفاصيل الثقافيه والتراثيه والفنيه، لانه هي جزء جدا مهم بحياتنا. هو المهم نحافظ ونقدم شيء جديد. يعني ما هي مثلا ما هي صفه قصه بس انه نحافظ على موضوع التراث السوري سواء كان الالي او المغنى. يمكن في يعني نحن عم نشتغل بهذا الخط، وهو احد اولويات الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه. وبنفس الوقت في عندنا هاجس انه نحن مثل ما تفضلتي وحكيتي انه نضيف شيء جديد للمكتبة الموسيقية السورية، سواء كان مغنى أو سواء كان موسيقى آلية. طبعا هذا الشيء أكيد ما حيكون لحالي، أنا يمكن عم نفذ هي الأعمال أو هي التجارب الجديدة وأطرحها للجمهور وأقدمها على المسرح وأرشفها ووصفها. الشكر كبير لكل الموسيقيين والمؤلفين السوريين الشباب اللي هن عم يساعدوني بهذا المشروع أو تحقيق هذا الهدف، من الاستاذ كمال السكيكر، الاستاذ محمد عثمان، الاستاذ شعلان الحموي، الاستاذ كنان أدناوي، للكل. وكل المؤلفين اكيد اللي مآمنين بمشروع الفرقه واللي عم يقدموا له اعمال لحتى ننفذ لهم اياهم. اكيد نعم، اكيد نوجه تحياتي كثير كبيره للاساتذه يلي ذكرتهم. مايسترو، يمكن يعني الواحد بيقدم شغل بيكون يمكن هو مولود بخصه او شيء بخص الروح، ولكن دائما في شيء بيكون مميز اكثر. اي اكثر تجربه هيك حسيتها هي الاقرب او هي يلي حققت لك شيء من رسالتك؟ طبعا معنا شك انه الكل بنفس المستوى، ولكن هلا في من ناحيه الشيء اللي عم بكتبه لقات العود لحاله واللي عم اشتغل عليه هلا بهي الفترة، في أزلنا موسيقى تحت مسمى موسيقى من روح الشرق. فأنا قدمت فيها ثلاث أعمال هن لآلة العود، وعزفناها بخماسي خماسي دهر الشرقية. طبعا هذول من الأعمال كثير قريبة لقلبي، لأنه كان بحكم طبيعة تعلقي بآلة العود. ففي قدمنا كابريس تحميل بيات نهوان، في تجارب تانية اللي اشتغلتها مع الاوركسترا لحظات من التجارب الموسيقيه اللي كثير كثير مفضله عندي مايسترو كثير بحبها. في من كمان من القطع الموسيقيه اللي كثير كمان بحبها هي تدمر بوابه الشمس، اللي هي قدمناها لاول مره على مسرح تدمر الاثري ب 6 ايار 2016. هي كمان حملت اسم الفعاليه الثقافيه اللي كانت تحت رعايه كريم السيد الرئيس، وكان يمكن له خصوصيه هيدا العرض لما تعزف على مسرح تدمر. تماما وهو ما عندك الخصوصيه، وانت مايسترو عم تقود، يعني في مو بس عم تقود يمكن الادوات او الالات الموسيقيه، عم تقود مشاعر جياشه وفياضه، يعني كان لها خصوصيه. اكيد هي كانت لها خصوصيه عندي وعن كل عند كل الموسيقيين اللي كانوا، لانه ما كان عندنا كثير كنا متحمسين لحتى نكون على هذا المسرح بهي المدينه. نعم نور، اكيد بتتذكري وقت حضرنا حفله ظل يلي هي من اهم الحفلات، تذكرتي؟ كانت من اجمل خلينا نروح نشوفها سوا ونستذكر عن جد من اجمل واروع الحفلات، وبنرجع نكفي حديثنا.
خلينا نرجع ونحكي عن أهمية دمج الموسيقى يمكن مع أغاني أو مع لوحات راقصة مثل ما شفنا بحفلة ظل، أو كمان مشاركات من خلال يمكن أداء أغنية للفرقة الموسيقية. تمام. هلا هي المشروع اللي كنا شفنا عنه هلا تقرير، هو مشروع تحت مسمى ظل. طبعا هون كل الشكر اكيد للمركز الوطني للفنون البصريه اللي هو فتح لنا هي الفرصه لنقدم هذا العرض على مسرحه. طبعا هو لانه في يعني في خصوصيه بالعروض اللي تقدم على المركز انه بده يكون في شيء بصري وسمعي. ورجعنا عملنا اخر فتره كان في عندنا موسيقى سوريه من جذور وحداثة كمان قدمناها على مسرح المركز. خلينا نحكي عن عرض ظل. عرض ظل هو كان عبارة عن مقطوعات موسيقية سورية ترجموها يعني عملوا لها بفلسفة حركية اشتغلوا عليها وهون صعوبة لما أقول أنا مايسترو وأوركسترا وبدي أدمج معها يمكن أكيد صعب. هو أصعب شيء موضوع التزامن، يمكن أخذ كثير بروفات لحتى نحقق هذا التزامن بين الرقص وبين بين 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 الموسيقى. المهم الموضوع مثل ما حكيت انه هو الموسيقى اللي رقصت عليها الشباب هي موسيقى سوريه، هي من 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 نتاج مثل ما حكيت هلا من شوي من نتاج موسيقيين سوريين ما اشتغلوا على موسيقى معروفه او موسيقى يعني عالميه مشهوره او معزوفه من 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 قبل. اشتغلوها بتقنيه جديده هي تقنيه خيال الظل. طبعا الشيء اللي قدمناه نحن بالمسرح هو ضمن الامكانيات المتاحه، صحيح، مشان ما انه طبعا ما في اشطر منا بالنقد نحن انه هيك وانه في لا نحن ضمن الامكانيات الموجوده اساسا المسرح كان صغير ومحدود تماما وحتى عم نحكي عن موضوع تقنيا عن موضوع الاضاءه وهيك الاضاءه تماما. فنحن قدمنا ضمن الامكانيات المتاحه. بالنهايه الفكره مثل ما قلت هي فكره عمل سوري من ناحيه الموسيقى من ناحيه الراقصين. الشيء اللي الاهميه الثانيه انه نحن رغم كل الظروف في افكار جديده عم تطلع لساتنا عم نكون خلاقين بما وعم ندعم بعض نشتغل تماما ندعم بعض اما بالموسيقى كمان شفنا موسيقى بالرأس وحتى الرأس كمان لوحات رائعة كل الشكر رائعة للأستاذ محمد شباط اللي هو المشرف على فرقة أنيمال للرقص التعبيري. في بتجارب تانية مثلا تجربة كمان المهمة اللي قدمتها الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية هو عمل فن سوري اللي هو فن سوري للأستاذ حسام تحسين بيك عبارة عن 11 عمل مغنى جديد حصلنا من خلاله ونحن نضيف 11 عمل غناء جديد من كلمات وألحان الأستاذ حسام تحسين بيك وتنفيذ الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية، بحيث أنه ضفنا هدول 11 عمل للمكتبة الغنائية السورية. الأصوات اللي أدت هي الأعمال هي أصوات سورية من أعضاء الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية، وكل عمل أكيد كان له موضوع معين، كان في شيء في شيء تمثيلي يمكن بلحظات كانوا شو عم يسوي شيء له علاقه بالسكتش. المهم هي من احد الحفلات كمان المهمه للفرقه. مايسترو قلت نقطه كثير مهمه ضمن الامكانيات المحدوده الموجوده في ظل الحرب اللي عم نعيشها، يعني نحن اليوم عم نسمع موسيقى للفرقه الوطنيه تضاهي الموسيقى العالميه، في امكانيات محدوده لانه الحرب عم تفرض عليك، من النوه كمان حتى الاجر المحدود للعازفين، ورغم ذلك انه عم تلاقيهم متواجدين وعم يعملوا بروفات وعم يشتغلوا يمكن على حساب حياتهم الشخصيه، على حساب حياتهم العائليه، فاكيد نوجه تحيه لكل القائمين ولكل العازفين ولكل يمكن الفنانين السوريين ان كان أكيد كل الشكر لهم لانه هو رغم كل الظروف هو يعني ايمانهم بالشيء اللي عم يعملوه هو الخميس هذا نضال قتال على الارض طبعا ما فينا نسميه هو اللي عم يخليه شيء يعني ايمانه مثل ما قلت لك بالموسيقى بتاثير الموسيقى هو اللي عم يخليهم يقدموا على يكونوا موجودين بالفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه بالفرقه السيمفونيه الوطنيه السوريه عم يخليهم ايمانهم بتاثير الموسيقى على الجيل اللي طالع اكيد هن عم يدرسوا اكيد الموسيقى بالمعاهد اضافه للمعاهد معهد العالي للموسيقى كمان كل الشكر للاساتذه والقائمين عليه اللي هو عم يرفدونا عم يرفدوا هي المشاريع بعازفين اكيد بعد ما يتخرجوا من المعهد. فمثل ما قلت لك ايماننا بانه نحن نحافظ على المستوى اللي وصلنا عليه، ايماننا بتاثير الموسيقى بهي الفتره اللي نحن عم نعيشها كحاله انسانيه كتاثيرها من الناحيه التربويه على تاثيرها على المجتمع هو اللي عم يخلينا اكيد نستمر اكيد ونقدم افضل ما عندنا. بالنسبه لما يخص الفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه
من بنهاية 2013 هو صدور قرار بتسمية قائد رسمي للفرقة، والأهم منه هو إعطاء صفة الدورية لحفلات الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية. هي صفة الدورية ما كانت قبل، ما كانت بال2010 ولا كانت قبل 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 2013 ابدا. خلال هالفتره طلعت صفه الدوريه اللي هو كل شهرين عم نقدم حفل. هذا هو الشيء اللي عم يسمح لنا انه نحن نحقق اهداف هي الفرقه، نوصل رسائل يعني رسالتنا من خلال الاعمال اللي عم نقدمها هون. كل الشكر اكيد لوزاره الثقافه وللهيئة العامة لدار أسد الثقافة والفنون. نعم، خلينا مايسترو نروح نشوف كمان مقطع من حفل الفرقة، لا حفل الموسيقى يلي قدمتوه منرجع. معك مايسترو، تحضيراتك القادمة كمان عندك تحضيرات كثيرة وعندك مشاركات كثيرة، عندك سفر على لبنان وأيضا يمكن في حفلات لا يمكن لنهاية 2017. ما شاء الله برنامجك كامل. خلينا نحكي شوي. هلا بداية في بشهر 7 ب 17/7 هو افتتاح مهرجان الموسيقى العربية بظن بدورته الرابعة. راح يكون على مسرح مجمع دمر دمر الثقافي بعد ما صارت تبعيته للهيئة العامة للثقافة والفنون. راح يكون في عدة حفلات، راح يكون أنا ب 17 مع الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية 17 تموز بالافتتاح، وراح يكون بحفل ثاني مع المغنية السورية المتميزة ليندا بيطار ب 26 كنا بونجور لليندا ب 26/7 إن شاء الله. راح يكون معها بحفل بشهر 8 راح نكون بمعرض دمشق الدولي ان شاء الله، حفل للفرقه الوطنيه السوريه للموسيقى العربيه. هلا اللي بعدها يعني خلوه مفاجاه، في شيء راح نشوفه يمكن عم نحضر لشيء. هو اقتران الموسيقى بشيء بعيد يمكن شوي عن الموسيقى، بس حصري لنا لاول ان شاء الله. اول اكيد اكيد تزبط الامور، اكيد اول لقاء اكيد. ودورنا بدنا ندعي كمان كل الناس انه يتوجهوا ب 17 الشهر ب 17 تموز على مركز الثقافي بدمر، بمشروع دمر. عن جد مسرح كثير مهم، وراح يكون يمكن مهرجان كمان كثير مهم، اسماء مهمه راح تكون مشاركه، واكيد مفاجات مثل ما بتعودنا حضرتك دائما. مايسترو احنا كثير بدنا نتشكرك، يمكن بمر الوقت بسرعه مع حضرتك. موفقين بأعمالكم القادمة ورمضان كريم ينعاد عليك وعلى كل عيلتك. شكرا كثير لكم وكل عام وانتم بألف خير. مايسترو عدنان فتح الله، شكرا كثير لك. تسلمي. أما هلا مشاهدي